سلا، صباح الهنا عليكي، سامعينك، اتفضلي. صباح الفل يا نهاوان، طبعا برحب بيكي وبالتاكيد برحب بكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده طبعا من 10 الصبح في الاهلي في نهايه الاسبوع، وزي ما انت قلتي يا نهاوان ده حاليا هكون معاكي طبعا ومع كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، وبالاخص طبعا زي ما انت قلتي من ملعب المختار التتش عشان اطلعكم وانقل لكم طبعا كل الامور والاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وبالتاكيد جميع الفرق الرياضيه. وخليني ابتدي معاكي طبعا يا نهاوان باخبار الفريق الاول لكره القدم تحت قياده مستر مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الاهلي. ويمكن زي ما انت شايفه طبعا ورايا نهاوند احنا حاليا متواجدين، وطبعا انا متواجده داخل ملعب المختار التتش، وزي ما انت شايفه طبعا يمكن الملعب طبعا خالي من الجهاز الفني واللاعبين، ولكن الملعب تم تجهيزه طبعا لجميع اللاعبين النهارده عشان التمرين. النهارده التجمع الساعه 10 والتمرين هيكون الساعه 11 على ارضيه ملعب المختار التتش. يمكن النهارده كمان التمرين، خليني اقول لك نهاوند انه التمرين هيكون في راحه لجميع اللاعبين ما عدا طبعا اللعيبه الدوليه اللي يمكن حصلوا على راحه لمده اسبوع بعد مشاركتهم مع منتخبنا الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم والمقامة طبعا لحد دلوقتي في كوت ديفوار. ممكن طبعا بعد ما حصلوا على يعني راحه لمده اسبوع امبارح انضموا للفريق الاول، ولكن النهارده التمرين ان شاء الله هيكون فقط للعيبه الدوليه مع ويعني يمكن اللعيبه بقيه اللاعبين هيكونوا في راحه سلبيه النهارده من التدريبات، وبكره ان شاء الله جميع اللاعبين هيكونوا متواجدين بشكل طبيعي في التدريبات الجماعيه لفريق النادي الاهلي. ده طبعا كله في اطار استعدادات الفريق للمباراه القادمه ان شاء الله في بطوله دوري ابطال افريقيا، واللي هتكون بالتاكيد امام فريق شباب بلوزداد الجزائري قام يوم 16 من شهر فبراير الجاري في تمام الساعه 9 مساء. وطبعا دي المباراه اللي هتقام بره او خارج يعني طبعا مصر في دوله الجزائر. كده طبعا كانت يعني الاخبار المتعلقه بفريق يعني النادي الاهلي لكره القدم. خليني بقى اروح لجميع الالعاب الاخرى وابتدي معاك انا هواند وابتدي مع مشاهدي قناه النادي الاهلي بالاخبار المتعلقه بفريق الاول لكره السله رجال تحت قياده مستر اوغستي بوش المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي. يمكن طبعا يمكن بالنسبه لفريق كره السله يمكن كانت اخر مباراه بالنسبه للفريق امام نادي سموحه، وكانت دي اخر مباراه في الدور الاول من بطوله دوري السوبر لكره السله رجال. يمكن طبعا المباراه دي كانت مقامه هنا على صاله الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي. يمكن طبعا عفوا يمكن كمان بالنسبه للفريق كره السله يمكن اخر مباراه دي كانت مباراه سموحه، ولكن فاضل مباراه واحده متبقيه بالنسبه للفريق امام نادي الجزيره، ولكن لسه لم يتم الاعلان عنها طبعا ان امتى ان شاء الله المباراه دي هتلعب من قبل الاتحاد المصري لكره السله. ولكن حاليا الفريق هيكون في توقف دولي بسبب طبعا مشاركه منتخبنا الوطني في مباراه او في بطوله وديه دوليه في قطر، وكمان تصفيات بطوله افريقيا لكره السله الافرو باسكت. فان شاء الله يعني الفريق هيكون في توقف دولي لحد يوم 27 من شهر فبراير الحالي، وكمان يمكن في 6 لاعبين من النادي الاهلي انضموا مع منتخبنا الوطني وهم ايهاب امين، عمرو الجندي، عمر طارق، مروان سرحان، سيف كايدار هنداوي، وكريم حاتم. يمكن دول 6 لاعبين ان شاء الله هيكونوا مع منتخبنا الوطني لحد يوم 27 من شهر الحالي، وبعد كده ان شاء الله مع بدايه شهر مارس هيبتدي الدور الثاني من بطوله الدوري السوبر لكره السله رجال. يمكن ده طبعا بالنسبه لرجال كره السله. كمان خليني اقول لك ان سيدات كره السله النهارده عندهم ايضا تمرين الساعه 7 يعني بينتظموا وبيواصلوا تدريباتهم بشكل طبيعي. ان شاء الله اول مباراه بالنسبه لهم في بطوله الدوري واول مباراه في الدور الاول طبعا في مرحله ترتيب الفرق من الاول للثاني في بطولة أيضا الدوري المصري لكرة السلة سيدات. أول مباراة هتكون أمام نادي الزهور وهتقام يوم 24 من شهر فبراير الحالي، وهتقام في تمام الساعة 6 مساء على صالة الشهداء داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. كمان يمكن شفنا امبارح طبعا فريق كرة اليد رجال تحت قيادة مستر ديفيد ديفيز المدير الفني الأسباني لفريق النادي الأهلي. امبارح كان في مباراة قوية ما بين النادي الأهلي والجزيرة، ويمكن طبعا كانت مقامة على صالة المركز الأولمبي في المعادي. يمكن المباراة دي يا نهواندي خليني اقول لك انتهت بفوز رجال كرة اليد بنتيجة 26-21 بعد مباراة يعني قوية جدا، وشهدت يعني تألق العديد من نجوم النادي الاهلي بالاخص عبد الرحمن حميد اللي طبعا رجع من الاصابة رباط صليبي اللي تعرض لها طبعا الموسم الماضي في يعني احدى المباريات في بطولة الكاس وبطولة الدوري. يمكن طبعا عفوا يمكن بطولة الكاس هو اللي تعرض فيها عبد الرحمن حميد للاصابة، اصابة الرباط الصليبي. يمكن طبعا امبارح كان
كانت عودته ومشاهد يعني عوده حميده، عوده قويه جدا بالنسبه لعبد الرحمن حميد. يمكن تصدى امبارح ل 13 هدف في المباراه، يمكن طبعا يعني كان واحد من اللعيبه اللي ساهم بشكل كبير جدا في الفوز امبارح. فامبارح كان في مباراه قويه وانتهت بفوز يعني فريقنا، فريق النادي الاهلي. والنهارده ان شاء الله الفريق هيواصل تدريباته بشكل طبيعي، التدريب هيكون الساعه 4 داخل مقر النادي، وان شاء الله يوم الجمعه الجايه هتكون في مباراه قويه ايضا مع نادي سموحه، وتقام يعني على نفس الصاله، صاله امير عبد الله الفيصل، في تمام الساعه 4 عصرا. ده بالنسبه لرجال كره اليد. كمان رجال كره الطايره كان عندهم يمكن مباراه امبارح مع نادي سموحه في الاسكندريه، وانتهت بفوز يعني نادي الاهلي ب3 أشواط مقابل لا شيء. ويمكن دي طبعا يعني المباراه دي كانت بالنسبه لرجال الماسترز، رجال كرة اليد. النهارده ان شاء الله هيكونوا في راحة سلبية من التدريبات، وبكره هيرجعوا للتدريبات الجماعية عشان يعني المباراة اللي جاية ان شاء الله عندهم مباراة مع سبورتنج، وهتقام هنا على صالة امير عبد الله الفيصل في تمام الساعة 6 مساء، ودي هتكون اخر مباراة في الدور الثاني من بطولة الدوري العام لكرة الطايرة. بعد كده ان شاء الله يعني هيكون في مرحلة تصنيف المستوى بالنسبة لجميع الفرق، هيتم زي قرعة ما بين كل الفرق، وان شاء الله يعني من قبل الاتحاد المصري الاتحاد المصري لكره الطايره هيقرر ان شاء الله النادي الاهلي هيواجه مين في المرحله دي من تصنيف المستوى، واللي هتكون على طول قبل الدور الثمانيه من بطوله الدوري العام لكره الطايره. وكمان سيدات كره الطايره النهارده ان شاء الله يعني وانت هيتمرنوا على فترتين، طبعا فتره صباحيه الساعه 10 والفتره المسائيه الساعه 7، استعدادا ان شاء الله للمرحله القادمه. ويمكن طبعا يمكن كان عندهم مباراه اول امبارح مع نادي اصحاب الجياد في الاسكندريه، وانتهت بفوز يعني طبعا النادي الاهلي ب3 أشواط مقابل لا شيء، وده يمكن ده كان في الدور ال 32 من بطوله كاس مصر. يمكن ان شاء الله المرحله الجايه يعني سيدات كره الطايره عندهم مباراه يوم ايضا 16، نفس يعني موعد يوم مباراه الاهلي وشباب بلوزداد، يوم 16 ايضا عندهم مباراه مع نادي الزهور، ولكن دي هتكون في الدور او دي في المستوى تصنيف المستوى بالنسبه لجميع الفرق في بطوله الدوري، ودي هتقام ان شاء الله في تمام الساعه 8 مساء على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى في مدينه 6 أكتوبر. يمكن دي كانت طبعا يا نهاوند كل الاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي، فريق كره القدم، كره السله، كره اليد، وطبعا كره الطايره. طبعا معاك يا نهاوند لو في اي سؤال، والان عوده مره اخرى للاستوديو، طبعا الكلمه ليك يا نهاوند، تفضلي.